صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ حلو، ازيك يا زين؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. والله انا كان نفسي ادخل في دوري، بس يعني حضرتك عارف بقى. ولا يهمك ولا يهمك يا استاذ عبد الحميد، الباب ده انا عامله مخصوص عشان الحاجات المستعجله دي زي سيادتك. طبعا ده عشان خاطر بنتنا زينه. المهم حضرتك بتشتكي من ايه؟ وريله يا زينه وريله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهار متأخروا جوه كده ليه؟ لا ولا تأخروا ولا حاجة، هما الدكاترة الكبيرة كده بتاخد وقتها في الكشف. حضرتك هو الدكتور مش جاي ولا ايه؟ جاي إن شاء الله بس هيتأخر شوية. أنا جاي من بدري، أنا أول واحد جاي هنا. يوصل بالسلامة ومن عينيا الاتنين أدخلك على طول. أما نشوف. أنا جاي قبل حضرتك على فكرة. حضرتك أنا اللي جاي الأول. هو هنا مش في دور ولا ايه؟ طبعًا كل واحد هيخش في دوره. أكيد. سنة ما بتردش. اتصلي بماما. يا رب. ولا ماما بترد. اتصلي بأكرم. هاي أكرم. هو لسه بيكشف. أنا قلقانة أوي يا أكرم. أول لما أعرف أي معلومة هكلمك على طول. سلام أنت دلوقتي. بقولكوا ايه، خشوا العبوا ولا اعملوا اي حاجة؟ ماليش نفس للعب ولا انا. انا كده عملت كل الفحوصات اللازمة لحالتك. لا يا خير يا دكتور. والله الكلام اللي قالوه صحيح، بس انا عندي كلام تاني برضو صحيح. يعني ايه يا دكتور؟ اي دكتور هيشوفك هيقول ان انت عندك تآكل في العصب البصري، بس انا بقولك ان مفيش تآكل في العصب البصري، اللي عندك عيب خلقي. اطمئن يا استاذ عبد الحميد، انت هتشوف احفاد احفادك كمان. حضرتك متاكد يا دكتور؟ طبعا طبعا متاكد، انت حالتك نادره، لكن انا عدت عليا حالات كتير جدا في العياده. انت كريم يا رب. استاذ عبد الحميد، استاذ عبد الحميد. شكرا يا دكتور، الف شكرا جدا. متشكرين يا اخويا، متشكرين. اكرم 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 كويس يا اكرم. الدكتور قال لي ان انا كويس، مش هبطل اعرفك ابدا. الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك يا رب، كويس طول العمر. حبيبي حبيبي اكرم. ايه يا حبيبتي؟ لا الحمد لله يا حجر، كويس كويس يا حبيبتي، احنا جايين في السكه اهو. ايه ده؟ هو الدكتور بابا؟ اه الدكتور ده دكتور شاطر جدا. يلا يلا يا بابا. يلا يا بابا ما تخليش. انا جاي اول واحد هنا.